السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. شكرا لكل حد سأل عني، شكرا لكل حد حس بغيابي، شكرا لكل حد كتب لي كومنت حلو. بحبكم جدا لانكم جزء من عيلتي الجميل اللي بحبه قوي. بحمد ربنا فعلا عليكم. حتى اليوتيوب بعت لي رسالة قال لي ان انتي شخص محترم والمحتوى بتاعك محترم جدا، حافظي عليه. فده رفع معنوياتي بجد. سؤالكم عني ورسالة اليوتيوب، الحمد لله على كل حال. فالجو برد بقى النهاردة، قمت اعوضهم بقى عن اليومين اللي فاتوا، عملت فطير السبانخ طالعة تحفة، صورتها وقلت اعملها معاكم. تعالوا نشوف مقاديرها ونشوف كمان عملتها ازاي. عندي 3 ربطات سبانخ جايبها جميلة كده بقى ومنعنعة. قبل ما ادخلها التلاجة، قبل اي حاجة، حبيت اعملها وهي فريش كده. غسلتها كويس جدا من الرملة اللي بتبقى فيها وصفيتها من المية، وقطعها بقى تقطيع عشوائي كده عشان احافظ على فوائدها، يعني ما نقطعها صغير على قد ما نقدر. هحطها بقى في مصفى واحط عليها معلقة ملح واصفيها كويس جدا، يعني لما هدعكها بالملح كويس هتصفي كل المية اللي فيها. شايفين الكمية كبيرة قد ايه؟ هتقولوا طبعا 3 ربطات كتار، لا خالص. هتشوفوا دلوقتي، شوفوا بقى بقت الكمية قد ايه دلوقتي. في وقع النار حطيت مكعبين زبدة ومعلقة كبيرة زيت، قطعت بصل كتير حوالي 1/2 كيلو. حطي انت البصل زي ما تحبي، احنا بنحب فيها البصل كتير. هقلبه بقى، مش هحمره ولا هصفره ولا حاجة، لا كل اللي هعمله اني هدبل البصلة بس، هتبقى باللون ده. يعني يعتبر هي ما اخدتش لون خالص، انا بس دبلت البصلة. هحط عليها بقى حوالي 1/2 كيلو لحمة مفرومة، وبعدين نحط عليها كل البهار اللي انت بتحبيه. انا حطيت هنا قرن فلفل حار جدا وحوالي 4 فصوص ثوم وملح الفلفل والكمون وكزبرة ناشفة وكمان عصرة ليمونة. هقلب فيها بقى على نار عاليه واتاكد ان ما ينفعش فيها اي سوائل، هطفي النار عنها. هقلب فيها السبانخ بقى واركنها على جنب واعمل العجينه. هنا كيلو دقيق، حطيت له معلقة خميرة، معلقة ملح، معلقتين سكر. النهاردة مش هعجن لا بلبن حليب ولا رايب ولا زبادي، مية دافية بس. وبعد ما اقلب كل المقادير او كل المكونات، هحط معلقتين كبار زيت زيتون او زيت ذرة، المهم انه يكون زيت حلو وطعمه وريحته حلوين. ومكعب الزبدة دفيته بس شوية كده في الميكروويف علشان الجو برد، فكان متماسك جامد. هعجن بقى العجينة كويس قوي بعد ما قلبت المكونات دي، هعجن فيها لا يقل عن 10 دقايق. شايفين العجين ساب الطبق وكمان ساب ايدي خالص، فكده اتأكدت ان العجينة بقت تمام. كده بتساعد العجينة على انها تبقى هشة وحلوة، تديكي نتيجة حلوة. في بولة نظيفة بقى حطيت معلقة زيت ذرة
وهحط فيها العجين وهغطيه بالاسترتش راب وفوطة تقيلة، وهحاول احطه في مكان دافي علشان الجو برد جدا. المفروض ياخد ساعة، انا هسيبته بس حوالي ساعة الا تلت. بسم الله. هقطع العجينة واكورها، عندي معلقتين زيت زيتون ومعلقتين زيت ذرة، هحط بقى اي كمية انتي محتاجاها. يعني انا حطيت بس 3 كور، دول هيعملوا لي كمية حلوة قوي. حطيتهم كده على ما اخلص عجين في الزيت، هعمل بيهم حاجة جميلة جدا اسمها المطبق، اتعلمته من جارتي الباكستانية، جت تزورني في يوم وعملته وجابته يعني، فسألتها بتعمليه ازاي، فقالت لي على طريقته، حبيته جدا جدا وولادي حبوه، فقلت اعمله برضو معاكم النهاردة بنفس العجينة. حافظي بقى على ان الشكل يبقى واحد او الحجم يبقى واحد على قد ما تقدري، سواء كان صغير او كبير، الجزء اللي هتعمليه يكون قد بعضه، عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. السبانخ جربيها بالطريقة دي، ممكن نعملها على البوتاجاز، لكن لما جربتها بالطريقة دي جميلة جميلة جدا، وكمان بنحافظ على القيمة الغذائية بتاعتها بتبقى أعلى. عملت من النوع ده الصغير والكبير، وعملت كمان اشكال تانية، حطيت هنا بقى جبنة بروزيدون مثلثات برضو مع السبانخ واللحمة بتبقى تحفة. تقدري تحشيها جبنة بس، يعني انا العجين اللي بيطلع ده اخدته وكورته تاني وعملته بالجبنة القديمة في بيت الموجودة في البيت البيتي، يعني طلع تحفة بجد، طعم خطير مع فلفل حر جدا، مديه نتيجة روعة. الجزء ده عملته بالجبنة الموتزاريلا برضو مع نفس الخلطة، مدي نتيجة جميلة جدا. السبانخ من الأكلات فعلا اللي أي جسم فينا محتاجه، قيمة غذائية عالية جدا بجد جميلة، يعني ممكن ولادك ما يحبوش ان هم ياكلوها كده، هيحبوها جدا جدا في الفطاير. هنا بقى بالعجين المنقوع في الزيت عملت مطبق، حاجة اسمها مطبق جميل جدا جدا، جربوه بجد هتحبوه. دهنت الصاج زيت وبمعلقة لبن دهنت الوش كده خفيف، اللي انا بس مبططاه بالدقيق، لكن المطبق ما دهنتوش، هو مش محتاج. زيت الزيتون هيديله لون جميل جدا.
طبعا دخلته على نار عالية في الرف الوسطاني، اخد اللون ما شاء الله من فوق ومن تحت، جميل جدا زي بعضه. هوريه لكم برضو دلوقتي، جميل جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتم ويكون الفيديو عجبكم. استنوني في فيديو جديد، وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة وشير لأصحابك. باي باي.